أخبار اليوم. الفيلم العبقري فيلم الكيف، انت شايف ان التجربه دي فعلا
وفقه. وهو الاستنساخ مبدئيا مقبول، يعني يتولى الاستنساخ كتابة الابن في عمل لأبي أحمد بن محمود أبو زيد. إنما أسهل عملية بتبقى يعني فيها يعني جزء من القسوة في المقارنة بين الفنانين اللي اشتهروا وتألقوا في فيلم زي الكيف وبشخصياتهم وبوجودهم ومن قفز درجات النجومية من خلال هذا الفيلم. فبيظهر بقى اللي بيحل محلهم، وبرغم كل الاجتهاد اللي بوصل حتى الآن أنا لا أستطيع أن أتصور إن الاستنساخ أدى يعني أكثر من 50% من الموضوع.